فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ذكر العلماء رحمهم الله حكمة من التفريق بين بول الجارية وبول الغلام؟ نعم، ذكروا أشياء. الإمام الشافعي يقول: لم أجد بينهما فرقا من السنة. أما التعليلات والاجتهادات هم يقولون الحكمة، والله أعلم، أنه يكثر حمل الطفل الذكر، يكثر حمله لأن الناس يحبونه ويكثر حمله، فناسب التخفيف. أما البنت ما يبونها ويقل حملها، فتبقى على الأصل، تبقى على الأصل. وقيل يعني تعليلات ما أدري وش، وقيل لأن الذكر مخلوق من التراب، من التراب، وأما الأنثى فهي مخلوقة من آدم عليه السلام، مخلوقة من آدم، ما هي من التراب. فهذا فرق بينهما، الله أعلم. نعم، يكفينا الحديث، يكفينا ولو ما عرفنا الحكمة. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.